بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين محمد ربيع على يوتيوب وتويتر وفيسبوك ومنتدى كينج موها. الإضافة النهاردة اسمها اطفي الأنوار أو اطفاء الأنوار turn off of the lights، هتكون متصفح جوجل كروم. الأول هنروح للمتجر جوجل كروم علشان نبحث عن الإضافة الجديدة. هنخش على متصفح جوجل كروم، هندوس على الثلاث شرطات دول وبعد كده كلمة tools، وبعد كده من القائمة اللي هتظهر هنختار extensions وهننزل تحت هندوس get more extensions. هنكتب هنا اسم الإضافة. بعد ما نبحث عن الإضافة هنلاقي أول واحدة اللي هي turn off the lights، هندوس add to chrome وبعد كده add. هنستنى الإضافة تحمل وبكده هيكون الإضافة اتسجلت على المتصفح بتاعنا. هنجرب نشغل أي فيديو على يوتيوب، نخش يوتيوب لايك الفيديو ده، واحنا بنشغل الفيديو هنلاقي فيه فوق واحنا بنشغل الفيديو هنلاقي فيه فوق في الصفحة علامة لمبة، هندوس عليها هتلاقي الصفحة بقت لونها داكن بحيث انك تشوف الفيديو كأنك في السينما. دي الإضافة مميزاتها جميلة جدا وبتوضح ليك ازاي تتفرج على فيديو بدون اي حاجة تكون بجانب الفيديو، بحيث ان انت تتفرج على فيديو بالوضوح وما يكونش فيه اي حاجة تانية تشغلك عن الفيديو او اي حاجة تشتت انتباهك. ما تنساش شير وفيد غيرك. اتمنى الشرح يكون عجبكم. ما تنسوش الضغط على عجبني اسفل الفيديو والاشتراك في القناة من خلال الضغط على زر الاشتراك او لايك فيديو اند سبسكرايب شانل، وتابعونا مع كل جديد وحصري على منتدى كينج موها، صفحتنا على الفيسبوك كيموها، وفولو على تويتر. مع تحياتي للجميع، محمد ربيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.